تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، افتتح وكيل الوزارة لشؤون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد معرض الخريف 2019 النسخة 30 الذي تنظمه شركة إدارة المعارض العربية، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، ما يعني ضرورة تنوع السلع وتعددها لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن، وبالتالي يتحقق الهدف الأسمى وهو الترويج فضلا عن الربح. ومعرض الخريف في كل عام يحقق نجاحا باهرا حتى أصبح موعده ثابتا في الرزنامة السنوية لفعاليات المعارض في البحرين. المعارض جزء مهم من تطوير القطاعات، طبيعي بدون شك أن المعرض هذه لجمهور كثير حضور، فهذه فرصة مناسبة للتجار البحرينيين لعرض منتجاتهم في هذه المعارض، الوصول إلى المستهلكين. طبيعي بدون شك أن المساحة اللي نشتغل عليها في هذه السنة اللي هي 16,000 متر مربع، مساحة كبيرة ما هي قليلة. طبيعي عدد المشاركين في 18 دولة كذلك، ولكن النسبة الأكبر هي البحرينيين. المغرب مشارك من خلال مؤسسة دار الصنع التابعة لوزارة التجارة والاقتصاد الاجتماعي، من خلال منتجات حرفية تقليدية، وقد من خلال الجولة التي قمنا بها لمسنا عن قرب مدى التنوع الكبير الذي ميز المعرض هذه السنة، والعدد الهام من الشركات والمقاولات التي ساهمت في هذا المعرض الذي يعكس حقيقة انفتاح الاقتصاد البحريني على العالم. يقام معرض الخريف أكبر المعارض الاستهلاكية والتسويقية في المنطقة بمشاركة 650 شركة ومؤسسة تجارية محلية ودولية من 18 دولة من جميع أنحاء العالم، شاركت بالمواد الغذائية، الأزياء، المنسوجات والديكور المنزلي، بالإضافة إلى كثير من البضائع الأخرى. معرض الخريف من المعارض الناجحة اللي يعني ما نقدر نوقف ان احنا ماني حق نشوف زبايننا وربعنا، وعلى مستوى الخليج كله يعني شركات عربية وشركات خليجية مشاركة وشركات أجنبية. فاحنا الحمد لله احنا من سنة 1996 واحنا نشارك في البحرين. حرصي على المشاركة بالمعرض يعني التسهيلات الموجودة يعني من الجهات الرسمية، وبعدين الفائدة الحمد لله رب العالمين. بعدين أنا بحب أتعامل يعني مع الشعب البحريني، شعب راقي ومتعلم وسهل التعامل معه. نحن بنجي من لبنان، بنتشوق لنجي أصلا على هيدا المعرض الخريف، معرض البحرين. بنعتبرها نحن مثل فيكيشن أكتر للاستقبال، للتنظيم، للإدارة، لأي شيء بهيدي البلد بنحب دائما نجي عليها وننطرها مناطرة. معرض الخريف يتيح فرصة تسوق حصرية ووسائل ترفيهية في مجملها تجعل من التسوق بالمعرض يوما رائعا لجميع أفراد العائلة، إلى جانب اكتشاف الزوار منتجات جديدة بالسوق والتمتع بأسعار تنافسية من العارضين. معرض الخريف هو المعرض الأكثر شعبية في مملكة البحرين للسلع الاستهلاكية ولمجموعة من البضائع التي تمثل مختلف دول العالم. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.